شلونك اخوي؟ شنو مخالفتك؟ طفايه ما عندي بعد الحزام هسه جاي احكي الاستاذ وفليت اوكي يعني جاي ينزل هذا هو اي نعم ممكن اجازتك وسنويتك سيدي في مثل هذه المخالفه عدم وجود طفايه او معدات السلامه والامان المفروض توجد بكل مركبه في حال عدم وجودها شنو اجراءكم؟ بس هو اجراء يعني هو الغرامه احنا مو رادع انه عقوبه عليه ولكن احنا نريد نوصل له فكره انه احنا ندور سلامتك احنا ندور مصلحتك انت لا سامح الله اي شيء يصير عندك صراحة أودت البارحة على محمد القاسم لا ما انطيتهم وياه ورحت عاش إيدك يعني بهاي الحالة ليش أقول لك؟ شلون مؤثرة؟ صح يعني أنا حتى بالبيت صار عندي موقف صراحة يعني فما أستغني عنها وهاي قاعدتها موجودة بالجنطة يعني هسه إذا غرمناك تستاهل الغرامة؟ أنا صح احنا هسه شوف فائدة الطفاية وانت هسه شخص شاهد من موقف انه صار امامك انه بعض اخوانك صايرة هواي قدامنا مو بس وياي صحيح صحيح وبهاي الحالة انه المفروض انه تبين اهمية الطفاية انه انت انطيتها والحمد لله على سلام احنا مرات نتماهل على هواي امور صح عاشت ايدك لا سامح الله القدر في ثانية ترى صح بالضبط نصيحتك الى نفسك والله ان شاء الله شكو شيء منهمله يعني ما ضروري انا اتمنى لك كل الصحه والسلام شكرا جزيلا.